تتصل مرة ثانية وتكلمني؟ أنت فاهم الموضوع غلط يا أخي. لا تخلي الأشياء البسيطة مثل هذه تأثر على صداقتنا. وزن الأمور. أنت شلون تسمح لنفسك تنسى العيش والملح بهالبساطة؟ أظن هالكلام ينطبق عليك. ينطبق علي ها؟ يا حبيبي يا حبيبي أرجوك فهمني أرجوك. لا تتصل أي مرة ثانية يلا. كم صار حسابه؟ لا تنسى تحسب العيش والملح. تفضل 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 اخوك عادي. جاي قبل لا ما يصير. تفضل تفضل عادي. كل واحد حياك.
نسيت العيش والملح وانا ما نسيت هذا شيء ما ينسى. صح كلامك، سامحني. انت بقى سامحني. الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، ناس تغيرت ماضيها نسيت والحاضر هوان، هاي الدنيا ألوان بعد طبع الوفا من خان، هاي الدنيا ألوان لكن يبقى الأمل بالهمة والعمل والصحوة والإيمان، هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، ناس تغيرت ماضيها نسيت والحاضر هوان، هاي الدنيا ألوان.